السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ جانا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي الشاحنات. إن شاء الله بعد الفيديو راح نكمل لكم مسيرتنا في هذا الطريق، إنه نصير سائقين محترفين على هذا الدرب، على هذه المشورة. طبعا أنا نسيت أدخل اللعبة، لكن الجدير بالذكر وحاب أشهركم إياه وأقول لكم إياه اليوم إنه أنا دخلت أونلاين. نعم، وجدت الحل وعرفت ايش المشكلة. أنا محدث اللعبة زيادة وماخذ نسخة البتة، ماخذ النسخة اللي مات من قبل. المهم اليوم دخلنا دخلنا ورجعنا السيارة آخر مرة هون، وصفينا السيارة هون، ولازم نشغل السيارة. طبعا في كان مشكلة بالسيارة لازم نصلحها أول شيء، تمام؟ أول شيء لازم نصلح السيارة، بعدين ناخذ حمل، ومن ثم نكمل قصتنا إن شاء الله في صديقي، تمام؟ تذكرتوه بالحلقة الماضية، تمام؟ راح نكمل قصته. هلا خلينا نبلش بالفيديو. ليست جو. هلا نحن وصلنا على الحمل، طبعا بعد عناء طويل ومشاكل كثيرة. ما راح أحكي لكم إيش هي المشاكل اللي صارت معي لأنه الشيء بيعقد. المهم اخذنا الحمل وحاليا راح نطلع. وين الطريقه؟ طلع من هناك. اي تمام، انا راح اطلع، بس الصوت صار مره واطي. ليش؟ صرنا بطلنا نسمع صوت الموسيقى، واخيرا حلينا المشاكل، بعض المشاكل، مو كل المشاكل، حتى اتوقع انه لسه في مشاكل كثير لسه ما حليتها. المهم راح نبلش نطلع هلا من هون، والحمل والله شكله بعيد 1000 كيلو مسافته، يعني بيسحب معنا الفيديو الحين، تمام؟ ان شاء الله. بس طبعا احنا لا داخلين بالمت بلاير مشان نعرف شلون نسوق مثل عالم الناس، ما منضل بطريقتنا الهمجيه نمشي فيها. طيب حلو، مشينا تيسرنا الحمد لله. هلا مسكنا الطريق بطريقنا، وخلينا نعدل الكاميرا شوي لتحت علي مشان اعرف احكي، تمام؟ هيك مشان اخذ راحتي بالانجاز، تمام؟ مشان نعرف ناخذ راحتنا بالحكي، تمام شباب؟ شباب المهم تتذكروا بالفيديو الماضي احنا كنا عم نحكي عن صديقي، ونسترجع لكم لحظة سريعة عن القصة اللي صارت بالفيديو الماضي. صديقي كان بيحب بنت، والبنت بالصدفة احنا لما جينا تركيا كانت هي كمان، وبالصدفة كمان هي طلعت من عمره تقريبا، فهي كمان كانت جاية على الجامعة بتسأل، وبالصدفة شفناها بالجامعة، وبالصدفة بالصدفة المحضة. طبعا شوف الحياة ما اجملها بالصدف جد. وبالصدفة محل ما كنت موجودين شفناها. المهم هو صاحبنا ودت. ليش انا هيك؟ ليش ما بعرف اسوق؟ ليش بشوف العالم اللي تستخدم الدركسيون بتسوق مثل عالم الناس؟ والله عيب، كل شوي بدخل بالحيطان، ما في فرين، ما بعرف ليش، او جوز الازرار ما بتشتغل مثل عالم الناس. المهم فاعطيتها رقم تليفوني واخذت رقم تليفونها بالفيديو الماضي، حكينا الحكي هذا ودرنا ظهرنا ومشينا. وقلت له بعدين لرفيقي، قلت له يا صديقي شوف لوك دو ذس، يا تعطيني تحكي لي القصة كاملة بعطيك رقم التليفون، ما بتحكي لي القصة كاملة بتشوف هوا غربي. قال لي طيب تمام، تعال نبروك نحكي لك. أول شيء نحكي لك من أيام ما كنا صفحة 10. الله. المهم هي من سكان مدينة حلب، تمام؟ هو من سكان مدينة حلب، أنا راح أذكر أسماء المدارس بس ما راح أذكر تفاصيل كثير. المهم هذا الشاب صديقي العزيز الغالي الغفور المسكين الجميل. قال لي لما كنت انا صف 10 المهم خلصت هون صار في معه مشكله، فالمهم ترك المدرسه، فلما ترك المدرسه عشان ما يترك الله دوزي الارداس صريح ماي بالتركي. نايس نايس حلو، قلت دوزي الارداس انه ضل مستمر ساوي مثل الجي بي ار اس بس بالتركي، لاني ما يعرف عربي وانجليزي ما كثير، يعني بالتركي بلقي اسهل اني استوعب عليه شو عم تحكي، لاني ما متعود اسمع الكلمات باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه التوجيهية. كنا ماشيين، المهم كان عم بيحكي لي، قال لي انه انا صار عندي مشكلة بالمدرسة بالصف العاشر، فالمهم بالصف الحادي عشر بالاخر يعني بنص العاشر بدك تقول، بعد ما خلص العاشر بنصه صار في معه مشكلة بالمدرسة، فكان بده ينقله على غير مدرسة، فقال خيو انا المدرسة مليت منها بدي اروح ادرس بكالوريا، لانه حسب ما هو عم بيحكي لي انه هو كان حاطط في راسه فرع علمي كان بده يدخل بسوريا. فكان عندنا البكالوريا بسوريا بسنة 2008 2009 هيك شيء، يعني هو عم بيدرس هون بالعاشر 11. قال لي انه البكالوريا كثير صعبة فلازم تحضر لها قبل بسنة، تمام؟ فهو يعني اساسا يعني هو بطل من المدرسة برك صار يدرس، تمام؟ بده يدرس العاشر الحادي عشر، بده يدرس البكالوريا، والبكالوريا يقدمها مع طلاب نظامي مشان عمره، تمام؟ وبنفس الوقت ما يكون ضيع وقت بارك مركز بدراسته، تمام؟ حتى كان مسجل بمعهد واموره تمام. بس في عنده مشكله واحده طلعت عنده، انه هي في بسوريا شيء اسمه جيش، تمام؟ وهو
قانونيا ترك المدرسه فلازم يروح على الجيش، تمام؟ لازم يقدم اثبات انه هو عم يدرس، وهو صار بيدرس 11 بس ما وصل لعمر البكالوري، تمام؟ حتى ياخذ من عندهم او شلون افهمكم اياها انهم بده ورقه انه اثبت انه هو الطالب، فهو شلون بده يروح يثبت حاله انه طالب. فالمهم سأل 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 هون سأل، فقالوا له روح في مركز قلنا بسوريا كان اسمه هذا متخصص يلي بيدرس صناعة أو بالعاشر الحادي عشر، مركز متخصص للتعليم المهن، طبعا في بتركيا وأغلب الدول موجود هذا الاشي. أنا بيعطيني تنبيه إنه السرعة صارت عالية، لازم أمشي تحت طب خلينا نوصلها تحت 80، تمام هيك تمام، خلينا نضل مش هاي السرعة. فلازم مثل تدريب مهني اسمه، يعني حتى انت اذا كنت عندك مهنه وبدك تاخذ فيها شهاده فتروح على المركز هذا تسوي سنه دوره، او حسب بسوي لك فحص انت شلون، بس غالبا هي بتكون سنه تدرس فيها بشكل كامل، بس انه يعني اذا كنت انت صاحب خبره بس تيجي تقدم امتحان تاخذ الشهاده وتدير ظهرك وتمشي، بس لازم تسجل بالبدايه، تمام؟ فهو راح عمل حاله الزلمه يروح لعندهم سجل وظبط امور، تمام؟ فكان عنده الدوام، وهو يعني الفرع اللي سجله كان يعني هو حبه، تمام؟ قال لي انه سجلت كهرباء والكهرباء كانت ما هي الكهرباء العادية، كانت كهرباء صناعية وكانت يعني تقدمية، يعني فيها شو تقول يعني فيها شيء، قال لي انه فيها شيء بيلمس فرعي بالجامعة، تمام؟ اللي عم بفكر اني ادرسه هو هندسة الكهرباء. قال له قال لي وانا حبيت اتعمق فيه اكثر، وخصوصا كان المركز بداية بنائه، قال لي انه كان بداية بنائه وكان جايبينه من ألمانيا، مركز كامل جايبينه من ألمانيا، فقال لي يعني إنه صار مثل عن شو الزمور جزء الأعلي. إيش بك مالك شايف يا زلمة؟ المهم هاي الحلوة بالمكتب لا طلع طلع شن كسر علي الكلب، إيش بك يهدي عم في قبرك شغل غمازك. المهم فقال لي رحت سجل فيه وبلشت ادرس مثل اي طالب، وبنفس الوقت كان هو الدراسه كثير خفيفه ما هي الضغط الكبير، وبنفس الوقت اخذت الورقه رفعت على فلات الشباب التجنيد بشان التاجيل وصرت ادرس واستمتعت، وبنفس الوقت كان عنده يعني كان في عنده فراغ كبير بوقته، يعني انه ما عنده مدروح على المدرسه، ما عنده روح على معهد، ما عنده روح على مكان، فلي كنت ابرك ادرس. قلت له ايه يعني، قال لي ابرك انه ادرس هنيك بالمركز، وكان في حديقه وفي مكان جدا جميل تبرك فيه، وبعدين يساعدني انه دائما افيق الصبح بكير بتنشط اروح ادرس ارجع اعمل اشياء نشاط بحياتي، فكان يعني جدا جميل وكان مناسب. ولي كان انا مسجلت كان في صديقي ما يسجل، فكنت جدا مستمتع بالدوره. قلت تمام حلو. بعدين قال لي بعدين انا مو صرت انزل بشكل يومي صباحي، لازم افيق الساعه 8 انزل اروح للمعهد، وبعد ما خلص نصرف طبعا صرفة المدارس كانت قلي بسوريا كانت عندنا المدارس المحل ما هو كان موجود، قلي المدارس كانت نصرف الساعة 3، نحن كنا نصرف الساعة 4 لأن المركز شوي مختلف، فلما كنا نصرف بعد العالم بشوي تقريبا انه البنت طول بقى هدي السرعة هدي 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 وصلنا على حواجز. البنت كانت في مدرسة اسمها في حلب اسمها مدرسة القدس الرسمية، البنات اللي موجودة هذيك المدرسة لا وفعلا هي يعني مدرسة كرياتيف كتير، بتحس هيك طالباتها هيك يعني أنا بتذكرها كنت في سوريا يعني تحس بناتها هيك مختلفات عن كل البنات ما بعرف ليش هيك تحس إنه البنت. المهم قلت له إيه، قال لي كان في المدرسة اسمها مدرسة القدس الرسمية، قال لي بروح أما لما أروح الصبحيات أنزل على المحل، فدوام المحل مو طويل فبينزل بكير، قال لي بنزل بكير فبصادف اشوف البنت. قلت له ايه؟ وقال لي لما انصرف بصادف اشوف البنت. شوف سبحان الله، قال لي هالصدفه يعني اسبوع كامل يوميا، الاسبوع اللي بعده يوميا. طبعا قلت له ايه هلا قلت له امر عادي يعني ممكن اي حدا بصير معه هذا الاشي، ما انتوا اثنينكم نفس الطريق روحوا نفس الطريق. قال لي مزبوط مزبوط هالحكي هذا، وانا فكرت مثل ما انت بتفكر، بس خلي بس بعدين في بنفس المدرسة وبنفس المكان مع هي ما يساكنه ونفس كل شيء تماما ما بنتصادف لا بالروحة ولا بالرجعة، يعني بشوفهم بس ولكن بالطايحات يعني بالأسبوع بالأسبوعين تاني أشوفهم مرة، وجوز أشوفهم نفس النهار بالروحة وبالرجعة بس مو كل يوم.
يعني هي مزبوطه جيتها مع جيتك؟ قال لي لا ما هي مزبوطه جيتها مع جيتي اكيد، يعني لان هي قبلي عم تطلع وبعدي تنزل، وبتطلع كمان تطلع قبلي وتنزل بعدي، فانا بالنص فاكيد ما هتعرف. قلت له حلو، لكن ايش تفسرها انت حسب رؤيتك؟ قال لي يعني هيك حسيت انه مثل لي مؤشرك من ربك بعث لي اياه فحبيت له. قلت له ايه المهم، فقال لي لو هيك حبيتها مباشر يعني مباشر بس تعملها هيك الصدفه حبيتها؟ قال اكيد لا، بس يعني صرت مثل ما يقول اهتم فيها اكثر، صرت اطلع عليها ما عم تحكي كذا، اشوف البنات شلون تفاعلها مع البنات الثانيين، شوف شلون ابو انا ماشي بسرعه بقول ليش عم يزمر لي هذا، حلوه هي حلوه هي بالملتي بلاير، اذا كل شوي توت كانها هو مشكله. فقام قال لي يعني انه مثل حتى يعني قال لي انه البنات الثانيات يعني مثلا تلاقيها تحكي مع شباب اي حدا هي بتحسها يعني نيقة عن خليقة، بتحسها ملاك. قال لي بتحسها ملاك لدرجة حبها. قال لي ايه؟ قال لي يعني ممكن اني احصلها بين حشود شي الفن. قلت له واو لهالدرجة؟ قال لي لهالدرجة واكثر. قال لي يعني حتى في مرة من المرات صارت في حادثة، ماشي الحادثة ما فهمت عليه بالضبط، بس المهم انه كانت مجتمعين شي 200 بنت، 300 بنت، هو راح طرحها من بين 200 بنت. يعني شوفوا كثر اعجابه فيها. قلت له والله يعني فيري جود يعني صراحة، يا لك على هيك قصة حب. قلت له ايه؟ قال لي بعدين بلشت يعني اتقرب منها اكثر، ويعني هي البنت كمان انتبهت علي وبلشت يعني صار في نوع استلطاف ما بين الطرفين المتبادل. بلشنا طبعا هون انا عم بحكي هي بسنة 2011 12 مين متذكر بالوقت تماما. فقلت له ايه؟ قام قال لي بعدين بلشت اتقرب منها اكثر اول السنه، ثاني السنه لما انصر عندي البكالوريا وهي صارت عندها ما بعرف ايش صار صف ايش، المهم قال لي انه المهم صرت اتقرب منها اكثر، عرفتني يعني صرت انا اشوفها بالروح وبالرجعه، صرنا نحكي بسلم عليها، بس لسه يعني قال لي مو صرنا صغار لسه يعني العلاقه ضعيفه، لسه ما صارت مثل ما يقول علاقه قويه ما بين الطرفين يعني مثل اي شب وبنت. وبسوريا يعني هلا جوز اغلبيه بيقول ايه شاب بده 10 سنين. يعني في هذيك الفترة يعني أنا بذكرها بشكل جدا جيد، يعني الفترة هذيك إنه هيك مباشر مش هلا بالوقت الحالي يعني بعد 10 سنين أو 15 سنة أو بعد يعني لا، أو بالنسبة لي أنا اللي شايفه يعني إنه نحن لو جزء موجودة في الدول العربية مرة لساته موجود مثل ما هو، أما مثلا أنا مثلا كنت عايش بسوريا وجيت لهون هلا صارت الموضوع مو لهالدرجة المشدد يعني فورا بروح كمان مباشر بحكي مع البنت بتحكي مع شاب مباشر تشتغل ما عندها اي مشكلة فورا يعني اذا هي بدها او اذا هو بده، موضوع ما هو ضل معقد لهالدرجة هي اللي كانت فيها سابقا. روح عمو زمر طيب دوبل تزمر ايش بعد انعمش تحس اللعبة في حياة صار جد صرت ناخذ نعطي وهيك. فأنا قدمت امتحان البكالوريا قلت له تمام، قال لي بستنى النتائج، وعلى أساس إنه هو عرف وين بيتها بيعرف دائما بيروح عليها بيشوفها بتشوفه يعني بيحكوا، بس ولكن هالحكي ما كان بيعرف رقم تليفون بيتهم، قال لي كنت بعرف رقم تليفونها الأرضي بحكي معها، بس ما كانت هالعلاقة يعني مثل ما يقول إنه معطي راحتهم مثل أي شاب وبنت بيحكوا كل شيء تمام، يعني كان بس ولكن يعني متفاهمين أو متصلين بس ولكن ليس اتصال شامل. قلت له ايه بعدين؟ قال لي بعدين نمنا حلو لازم نكمل على اليسار تمام. قال لي بعدين نمنا فقنا لقينا الدنيا خربانة في مدينة حلب وتعرف انت اللي صار، فاضطرينا طبعا مثلنا مثل كل هالناس ننزح. قلت له ايه بعدين؟ قال لي بعد نزوح تقريبا ضلت شي 3 شهور نازحين، بالشهر العاشر 11 تقريبا كان رجعت على المدينة، رجعت على المنطقة محل ما كانوا ساكنين، لأنه كانوا ساكنين في منطقة تعتبر منطقة اشتباك صارت، منطقة جدا خطرة. لقيت وليتها قال لي لا ما لقيت اكيد ما طلعت منطقة اشتباك. تلاقي ونسوا ما صار بعدين، قال لي بعدين اللي صار انه اختفت البنت ما عاد اشوفها. بعد 6 شهور او سنة تقريبا يمكن هو طلع على تركيا وكان عايش في تركيا، وبعدين صار اللي صار والصدفة العظيمة اللي صار. ومستوعبك شو هي اول كلمة ممكن انت تفكر يعني تبلش تحكي معها؟ شو رح تحكي؟ شو رح؟ قال لي ما هون المصيبة أنا مالي عارفان إيش بدي أحكي إيش بدي أساوي، إنه مخي لساته موقف على ديك اللحظة اللي صارت بالألفين قبل الامتحان اللي بشهرين. قال لي هلا موقفي ومخي واقف على ديك اللحظة لحد الآن ما نسيانها، كان وقتها هو وياها باركين عم يحكوا على إيش كانوا يحكوا لي.
فقال لي يعني لحد الان مخي بهذيك اللحظه انه شلون هلا بدنا نرجع نحكي، شلون بده يصير الموضوع الحوار، شلون بدي تعرفني، شلون بدي اعرف عن نفسي، شلون بدي تذكرني، مش عارف. خلينا ندخل نعبي مازوت ونشوف ان شاء الله يسر علينا كمان. المهم يا سادة يا كرام يا حضرة المتابعين والمشاهدين والمشاهدات، الشاب بعدين قال لي ما بعرف شو بدي احكي، شو بدي اساوي، شو لازم احكي، شو لازم اعمل، ما بعرف. انتو رح اترك هذا مثل ما يقول المجال هذا مفتوح قدامكم، انه انتو بتكونوا مكانه، او بلحظة انه انتو مثلا تعرفوا شخص سابقا نفرض، او انه انتو شخص بغض النظر انه انتو اكيد واحد ساعتكم اللي صار عنه سوري، بس مثلا انت شخص كنت تعرفه من ايام مثلا الثانوية او اعدادية، شاب او بنت يعني بغض النظر عن جنس، بغض النظر عن موضوع يعني بنت للبنت او البنت للشاب او الشاب للبنت او الشاب للشاب، صار لك 4 سنين شخص مالك شايفه وهو شخص غوال عليك عزيز صراحة. يعني انا مثلا في عندي اصدقائي بالمدرسة كنت اتذكرهم بايام الاعدادية والثانوية كثير كثير غالي على قلبي بسبب الثورة ضيعتهم، يعني كنت انا بعرف روحهم بالجامعة، بعرف اروح اشوفهم، وتعرفوا كنت اول ما كان هذا كثير تواصل اجتماعي كان فيه، بس ما مثل هلا الفيسبوك خلاص بس واحد بحثت عن اسمه بتلاقيه تمام، او طرق مختلفين تماما كانت اولي، فيعني كان شوي بدائي صراحه، فيعني صار شوي انه صعب والله مشتاق لهم صراحه. يعني المهم فاذا انت حطيت بهذا الموقف نفسه تماما انه هو مثلا انت شخص من 4-5 سنين مانك شايفه وانت ماشي بالشارع صدفته، او انت مثلا عزيز، او خلينا نقول لانه لاني هو انك تشوفه عادي مرحبا كيفك شلونك سلم عليه نقطتها، بس انه يكون هو له كان له اهميه، له درجه اهميه في قلبك او له اهميه في حياتك، بعد هالغياب شو اول كلمه ممكن تفكر تخطر ببالك انك تحكيها معه؟ اول كلمه هيك تقول انه انا انه شلون بكم يا هم، يعني شلون راح توصفوا لي حالتكم؟ انا راح احكي لكم بالفيديو الجاي ان شاء الله شلون صار الحديث معهم، وبعدها راح احكي لكم شلون ربطتهم مع بعض وبركوا وحكوا تمام. انا في قصه صارت بعد ما حكيت معه، وطبعا اعطيته رقم التليفون بس قلت له لا تحكي معها حتى انا بروح احكي معها واقولها انه كذا 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 وبحكي لها عنك، واول شيء اشوفها تذكرك ما تذكرتك، وبالتفاصيل هاي افهم منها البنت انه جوز اساسا البنت اساسا كلها على بعضها نسيانتك، وما هي اساسا انت كلها بتحكي القصه من خيالك، انا مالي موافق من كلامك. فلذلك انا رح نترك هذا الحديث، وانا خبيت اعوض منك هذا الكلام، وهو بالنسبه لانك الرقم ما في مشكله تاخده ما في مشكله، بس ولكن اذا حكيت مع مولك تعرفها مين انت هاي اول ثاني، يعني ما بدي تحسني انه انا يعني رخيص لدرجه فرص توزع رقمها لاي حدا. فلذلك انا بفضل انه هي اساسا في عندنا موعد ثاني يوم، لو بكره رح تجي وراح اعلمها انا، وبعد ما اخلص شغلنا كامل رح نبرك نحكي كلمتين وافهم منها، لازم مع فنجان قهوه نبرك وبتفهم معه بحكي معه. اذا هي مقتنعه ومتذكرتك اساسا والبنت فعلا انه فيها شعور متبادل، وطبعا ما حكي لها انه انت بتعرفك تمام، رح نترك هذا الشيء سر بيني وبينك، واحكي معها انه مثل شاب معجب ونشوف شلون نطر الوضع تمام، ونشوف نظبطها. قام والله رفيقي قال لي تمام جبتني الفكره، طبعا بغض النظر عن الفكره نرجع بقول لكم انه انتم حطوا حالكم هذا الموقف، كنا تجربتكم ايش لازم تعملوا، انه لو انتم البنت او الشاب رح تشوفوا شخص عزيز عليكم ايش رح تحكوا اول شيء. ثاني شيء اذا حدا اجى سالكم عن شخص ماضي ايش ممكن يخطر بالكم افكار، يعني شلون افهمك اياها، يعني هلا مثلا انا مبارك جيت لعندك، نفرض نذكر احد اسماء اليوتيوبر القديمين مثلا اللي كان موجود مشهور اكس فلان، ما بتذكر اي حدا، نفرض اي شخص انتم كنتوا تحبوه يوتيوبر وكنتوا تعرفوه، او مثلا كنتوا تعرفوه عايش بمنطقتكم تمام، وبعدين انشهر او كنتوا تعرفوه بشكل شخصي او كان مثلا قناته صغيره وكبرت بعدين، شلون وشفتوا بالشارع شلون، او يعني لما كان قناته صغيره كنتوا دائما تعلقوا له وتحكوا معه، فكان في تفاعل يعني تحسوا التفاعل متواصل، وبعدين صار انه صور شفتوه فعلا بالواقع قدام كل انه ساكن نفس المدينه. يزمرنا ابشر حلو والله يا شباب، تريدوا الصراحه الملتي بلاير كثير ممتع. طبعا المشكله كانت عندي اللي ما فهمت الشيء قضيتها انه كنت حاطط انا نسخه انه تجريبي
انت عدلتها للنسخة الأصلية، حلت المشكلة. اه انا طافي السيارة يا الله. وانا اكثر اشي بكرهه اني امشي بالليل، وحظي انه دخلت بالملتي بلاير حطني بالليل، لانه فعلا بالوقت الحالي احنا عم نلعب، فبس طلع الضوء بيطلع الضوء، وبس كون الدنيا نهار عندي بيطلع الضوء باللعبة. شوفوا لعبة واقعية بلاستيكية خرافية جدا. كنا وصلنا لنهاية الفيديو، نهاية القصة أو الجزء الثاني من القصة إن شاء الله. بالفيديو الجاي راح نكمل باقي القصة إن شاء الله، طبعا الحديث اللي دار بيني وبين البنت، ونكمل لكم باقي سرد القصة. طبعا ما تنسونا من اللايك والاشتراك، تستنونا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6. وأهم إشي وحابب أذكركم فيه، يعني أنا بحط لكم إياه ضمن الفيديو بس ما بحكي عنه، ليش ما تتابعونا على فيسبوك؟ ليش ما تتابعونا على الانستغرام؟ ليش ما تعملوا لي فولو؟ خلاص ما بدنا كل هدول، هيو ولا تويتر ولا بدي شيء ابدا. تابعونا بس على فيسبوك، بس فيسبوك رح اعمل فيه بثوث مباشره ان شاء الله. اذا بتحبوا ممكن بلعب شويه محاكي الشاحنات او محاكي المزرعه او بلعب ببجي، يعني جد الطور الجديد النازل شيء بومباستي جد. انا ما كنت بلعب ببجي بس كمان هالطور نازل رح اضل العب ببجي. فلذلك اذا بتحب تشوف ببجي، تشوف شاحنات، تشوف محاكي المزرعه، تعالوا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.